الأب والابن وروح القدس الإله الواحد الأحد آمين. سيداتي سادتي، ما زلنا في أجواء عيد الفصح المجيد، وهنا أود أن أحيي كل من كتب عن هذا الموضوع، وكان ذلك بحسن نية وبتقوى وبرغبة في المعرفة والحق الكامل، هذا الحق الذي يحرر الإنسان كما قال السيد له المجد. الآن قرأت في أحد المواقع أنه السيد المسيح احتفل بغزو اليهود لأرض كنعان، وردت إحدى الأخوات على هذا الكلام المغلوط. عيد البيصح العبري ليس احتفالا بغزو اليهود لأرض كنعان على يد يشوع بن نون، بل هو عيد التحرر، تحررهم من عبودية مصر في زمن موسى كليم الله. هذا أولا. ثانيا، كان فكر هذا الفكر طبعا وما زال عند اليهود، يتسيئات مصرايم يعني الخروج من مصر، ولكن السيد المسيح خصوصا في العشاء الأخير تخطى تلك المرحلة الدنيوية، تلك المرحلة الفئوية التي ما زال اليهود يحتفلون بها وبعقليتها كل سنة بالبيسح، ما يسمى بالبيسح. على فكرة هنالك تمييز عند اليهود بين البيسح الفصح اليهودي والبصحة، بصحة العيد المسيحي، الفصح المسيحي. الفصح المسيحي هو انتقال يسوع، عبور، أن الفصح تعني عبور، عبور يسوع من الموت إلى الحياة، عبورنا نحن من النقمة إلى النعمة، عبورنا نحن من الخطيئة إلى المغفرة. في حين أنه كان عند اليهود وما زال ذكرى عبورهم بحر القلزم، ذكرى عبورهم من العبودية في مصر إلى ليس الحرية مباشرة أو الحرية ولكن في الصحراء. أيضا نقرأ في الكتاب المقدس شيئين لهما شأن كبير، أو كما تقول العامة أهمية كبيرة، إنه سيد المسيح أولا غير، أو نعم ثانيا غير معنى العيد، غير الطقس السيدر كما يقول العبرانيون، وبدل أن يقول على الماء، عفوا على الخبز وعلى الخمر الدعاء أو التسبيح البركة المشهورة، تباركت أيها الرب إلهنا يا ملك العالم يا من يخرج الخبز من الأرض أو يا من يخرج الخمر من الكرمة، غير اللغة أي غير اللسان من العبرية إلى الآرامية لغته الأم، وغير المضمون وقال قبلوا لي وخولوا مني كالخون دنا هو جسمي، خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي وهذا هي الكأس وهذه هي دمي للعهد الجديد الأبدي. إذا كل معنى العشاء، صحيح أنه الإطار هو إطار البيسح العبري، العناصر
المذكورة في الإنجيل المقدس هي الخبز، خبز الفطير، والخمر المقطوعة بماء، نلاحظ أنه لا ذكر للأعشاب المرة، ولا أذكر أنه في حمل مذبوح، بما أنه السيد المسيح هو الحمل الذبيح. على هذا الأساس قبل أن ننسى، ما أجمل كلمة مار بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فصل 5 آية 7-8: ذبح المسيح فصحنا، ذبح فصحنا المسيح، فصحنا يعني حملنا الفصحي، ذبح فصحنا المسيح فلنعيد. لا، خلينا نقرأ لكم إياه هون: كغار تو باسخا إيمون إتيثي خريستوس. المسيح فصحنا. شو يعني فصحنا؟ يعني حملنا الفصحي. أوستي إيورتازومن، إذن فلنعيد، إذن فلنعيد. ماذا نستنتج؟ ما هو هذا العيد؟ هلا إحدى الفئات المسيحية المزيفة التي لها ترجمة لا يعترف بها لا العلم ولا الكنيسة، هاي المرة بتترجم مضبوط بدال فلنعيد، أو برضو بعرفش إذا مضبوط 100% الترجمة، إنما هو الفعل فلنعيد بالترجم فلنحتفظ بالعيد، فلنحتفظ بالعيد. بعرفش إذا في فرق بين التنتين. المهم إنه هاي الفئة نفسها لا تعيد عيد الفصح بالمرة، يعني مكتوب عندها في ترجمتها فلنحتفظ بالعيد، وهي لا تحتفظ بالعيد، لا تعيد ولا أي عيد مسيحي، وبقول لك إحنا مسيحيين. ما هو هذا العيد؟ خلينا نأخذه من الكلمات نفسها، ثلاث كلمات أو أربعة بالعربي: ذبح فصحنا المسيح فلنعيد. ما معنى ذبح العيد؟ إذن يشمل كل ما سبق. كمان باليوناني أوستي، أوستي هكذا انطلاقا من هذا ذبح، إذن عيد صلب المسيح، عيد ذبح المسيح، هيو المسيح. طيب فصحنا، ماذا تعني فصحنا؟ حملنا الفصحي، إذن عيد ذبح المسيح حملنا. الفصحي ماذا تعني الفصحي؟ العبوري الذي يعبر. إذن عيد ذبح المسيح وعبوره، عبوره من إيه؟ من الموت إلى الحياة، من الذل إلى المجد. ما هو إذن هذا العيد؟ وخصوصا إذا رجعنا اصنعوا هذا لذكري، إحياء العشاء الأخير معناه يوم الخميس، وبعدين الجمعة ذبح المسيح، جمعة مساء سبت وفجر الأحد دفن السيد المسيح، وفجر الأحد قيامة المسيح، عبور المسيح. هاي هي الثلاثية المقدسة اللي بنحتفل بها، واللي بدأ المسيحيون يصومون فيها، كما تنبأ السيد له المجد: أيستطيع أهل العرس أن يصوموا؟ وفي إنجيل متى بنسين يعني يصوموا وينوحوا، أو بيحدوا، يكونوا في حداد عندما يكون العروس، يعني العريس معهم، ولكن ستأتي أيام يرفع فيها العروس عنهم، وفي تلك الأيام يصوموا. إذن هذه كانت الفكرة الأولى. يسوع، لا بحكيها
للأخ اللي كتب في الموقع، بعرفش إذا اسم حقيقي ولا اسم مستعار، يسوع لم يحتفل بغزو اليهود لأرض كنعان. يسوع معروف ما تفكيره، معروف سمو تفكيره، ارتفاع عقليته فوق كل هذه الأمور الدنيوية التي كانت لشعب عنده طفولة روحية، طفولة روحانية، وكأنه على عهد آدم كما يقول القديس تيوفيلوس الأنطاكي أو القديس إريناوس أسقف إزمير ولاحقا أسقف ليون في فرنسا. ثانيا، نسمع أنه المسيح قام بالعشاء السري. هلا في ناس بيقولوش العشاء السري، بيقولوا العشاء التذكاري. طيب، وعلى هذا الأساس يحتفلون به مرة بالسنة. هذا ما نفعله نحن، نحتفل. يعني أريد أن يكون هنالك تكرار في الكلام، نحتفل احتفاليا بالعشاء الأخير للسيد المسيح مرة في السنة، ولكننا في الواقع كما يظهر من كلام القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، غيبنوس تو كيريو، يعني عشاء الرب نحتفل به أسبوعيا، لأنه يقول عندما تجتمعون للصلاة، عندما تأكلون عشاء الرب، مش ممكن أنه كل هذا الفصل يتكلم فقط عن مناسبة واحدة في السنة. يعني كل الأفعال والصيام والنص تدل على احتفال أسبوعي كما يشهد التاريخ. أي تاريخ؟ طبعا في بشر لا يقبلون هنا التاريخ، ولك بس 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 احنا نتبع الكتاب المقدس. مع الأسف هنا خدعة أريد أن ألفت إليها انتباه حتى هؤلاء الأشخاص الأعزاء الذين آمل أنهم يستمعون إلينا ويشاهدوننا. عندما يجدون شهادات للتاريخ مخالفة لما يريدون، شهادات للتاريخ تدل على أنهم دخلاء، محدثون، مستحدثون، برفضوا التاريخ. وعندما يجدون شيئا في التاريخ لصالحهم، مثلا من سلبيات بعض رجال الكنيسة، يستخدمون التاريخ. هذا غلط. إما أنك تقبل التاريخ أو مرجعا، أو أنك ترفض التاريخ مرجعا ثانيا. أما تقبل التاريخ عندما يناسبك وترفض التاريخ عندما لا يناسبك، هذا غير مقبول أخلاقيا. خلينا نشوف من شهادات التاريخ. القديس يوستينوس النابلسي، طبعا غير رؤيا 1:10 الذي يسمي يوم الأحد يوم الرب، كيرياكي إيميرا، يوم الرب. واليوم اسأل أي واحد يوناني، كيرياكي بالأرمني جيراجي، باللاتيني دومينيكا دييس، بقول لك الأحد. القديس يوستينوس النابلسي من مواليد نابلس هون في فلسطين نحو سنة 90 ميلادي، يكتب للإمبراطور أنطونينوس بيوس دفاعا عن المسيحية، ورقم دفاعه الأول رقم 67 يقول: كل يوم شمس نجتمع ويقدمون للمترأس خبزا وخمرا مقطوعة بماء. وعندنا شهادات أخرى لا مجال لإيرادها. إذن احتفالنا الاحتفالي، إذا جاز التعبير، بعشاء الرب ودبنوس توكريو مرة في السنة، ولكننا كل أسبوع نحتفل بعشاء الرب وبقيامته، زي ما قال مربولس: إنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. وهنالك بعض كنائس مثل الكنيسة الكاثوليكية وبالذات في الطقس اللاتيني
تصر على القداس الإلهي كل يوم، كل يوم في كل أنحاء العالم، حتى تتم نبوة ملاخي 11:1: من مشرق الشمس إلى مغربها، إلى مغربها تقدم لاسمي، يقول الرب، تقدم طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم. أيها الأعزاء، جيد أن نعود قدر الإمكان إلى النصوص الأصلية، ولكي نكتشف أيضا كل هذه الكنوز أيضا مع التاريخ، مع العقل السليم، حتى تكون فعلا عبادتنا عبادة روحانية وعقلية ومنطقية كما يطلب منا رسول الأمم الإناء المختار القديس بولس. وكل عام وأنتم بخير.